في ايه هلا كمان؟ اخذوا لي مصرياتي. مين؟ وجهي. وجهي؟ كيف اخذ لك مصرياتك؟ ضحك علي. ضحك عليك؟ إيه لكسر له عظامه وتكسير لوجه النحس. انا اخذ المشنين ألف كلهم؟ كلهم. بسيطة بي بسيطة بسيطة، ما تبكي. هلا انا رح خليه رجع لك مصرياتك او رح حرمه يتعاطى معك. إيه لكسر له عظامه وتكسير لوجه النحس. مشي معي بي مشي، لأن جوني هالجيران الزفت انا بالاخر. لك شو بهن دخلك تأخر هالقد بالدليفري؟ لك شو بهن نازي هدية قاعدين بالأوضة إلهم ساعة ومش طالع حسهم، رح فوت طلع عليهم. لا لا يكن لك فكر، خي نزيه بيحب الولاد كتير، أكيد بيكون عم يخبرها قصة. خليه. أخ دخلي. شو بابا مبسوطين؟ يا عمي شو بيك بتقطش الواحد لما بيكون عم بخبر قصة؟ ايه سوري خوي جنازيه، ما تأخذني أزعجناك. ايه ديا كفي للقصة، شو صار لما أكلوا الأكلات؟ إذا لابتا أكلوا قصة. ما شاء الله ما شاء الله، اكيد لقيته عم بيسليها. ما هيك بتصدق يا وجيه عندك خيك هيدا النزيه موسوعة، يعني موسوعة قصص اطفال. قصة رايحة وقصة جاية ما شاء الله. بتعرفوا انه انتو عائلتكم نادرة؟ ولك شو هالعائلة اللي هي على فرض ميلة. هو تفتح بد ما تسألني. لا عمل لك شو عملي؟ سألني سألني. مين؟ انا ابو منعم. يضلي ابعد ابو منعم شي يتبعني. لك فادي انا فيت اتخبى بالاوضة، اوعى تقلو انا هون. يلا جاية جاية. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بابو منعم. يه منعم يا حميمي، انت منعم يا حميمي، كيفك منعم؟ مش منيح. لك شو قصتك بتضلك مش منيح؟ لقيت على وجيه المرت ما لقيته بالبيت، شفتوا شي؟ وجيه؟ وجيه لا 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 ما عم شوفه ابدا، لك ما عم بلمحه هالايام، ليش في شي؟ اكيد في شي، في انه وجيه ضحك على منعم وشلحوا العشرين الف ليره اللي اعطيته اياهم. هلا انفهمي، وانا اقول هالعشرين الف اللي حملن عشرتين هودي وين شايفهم؟ ولك من ريحتهم مبينين، ولك عرفتهم من ريحه جيبتي انا عشرة بعشرة. وانا اقول هالكرم هيدا الغريب اللي نازل على اي كرم؟ كرم كرم ابن عم الخواجه وديع، بتعرفه يا حرام؟ لا ما بعرفه ولا انا، يعني ما شفته. لوجيه لا ما شفته، بس بما انه معه مصاري وجيه، يعني انا اكيد بكون نزل لشي محل يشتري له كم غرام. لا انا شفته فايت على البناية هو مخيو نفي. مشي بي مشي، لنروح نفتش عند كل هالجيران، واذا بعرف انه حدا مخبي عنده يا ويله يا سواد ليله. عيدة بيانفينيو. الله يخرب بيتك يا وجيه. تليفري وجهه.